لأننا في زمن الميلاد وأهم ما فيه العطاء. زرع عاصي الحلاني بصفته سفيراً للنوايا الحسنة ضمن مشروع عيش لبنان الفرحة في قلوب 1000 طفل من مختلف الجمعيات اللبنانية التي تعنى رعاية الأيتام والمرضى والمعوقين في حفل نظمته جمعية رواد من لبنان. عيد الميلاد عيد ولادة مخلص البشرية، وأقل شيء نحن كبشر نكون عم نساعد الأطفال اللي هن بنهاية بشر كمان، والناس اللي هن عم بيعانوا من أزمات ومشاكل بالمجتمع اللبناني. وزع أكثر من 1000 هدية لأطفال هن بحاجة لمساعدة، إن كان أيتام أو إن كان معاقين أو إن كان هن بيعانوا من أمراض معينة، سرطان أو غير سرطان، الله يبعد هالمرض عن الجميع يا رب. أقل شيء فيه أقدمه بعيد الميلاد هالشيء، لأنه مثل ما قلت لك المسيح عليه السلام نزل على الأرض لينادي بالمحبة والتآخي ولينادي بالألفة والمودة، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كمان نزل على الأرض لينادي بالمحبة والسلام والمودة. في بعض الناس عم يستغلوا الأديان لحتى يزرعوا الكراهية ما بين الناس، لا بالعكس، الأديان نزلت على الأرض لتخلق المحبة ما بين الناس. فنحن بدنا نستغل هيدي المحبة اللي زرعوها فينا كان سيدنا المسيح وكان سيدنا محمد، ونجرب قد ما فينا نكون حد الناس اللي هن بحاجة لحتى نكون حدهم بهالأعياد المجيدة.